عبد الله الواسعة مستمرة، وهستوني وصلت مدينة أنتويربن وموجود بمحطة القطارات الرئيسية للمدينة اللي تعتبر رابع أكبر محطة قطارات في أوروبا. وقبل كل حلقة من حلقات برنامج أكسبريس لازم أطلع وأكشف على الأماكن اللي راح نصور بيها. البرنامج بموسمه الثاني راح ينطلق لمناقشة قضايا مهمة تخص فنانين ومبدعين وأشخاص تركوا بلدهم مجبرين. من بين الأشخاص اللي راح نستضيفهم النحات رائد العبيدي. شكرا لكم ولحضوركم لبلجيكا، نورت بلجيكا أنت والكادر الرائع الجميل. هكذا برنامج يعني شو تحب أنت كفنان إنه نركز عليه؟ والله بصراحة من خلال مشاهداتي لبرنامجكم الرائع دائما تهتم بالفنانين والناس اللي قدروا يثبتوا وجودهم في أوروبا، فأكيد هذا الشيء نفتخر به، إيصال صوت لكل العالم بأن الإنسان العراقي ممكن أن يثبت وجوده بأي مكان، ونثبت بأن الفن العراقي هو فن راقي ورائع ويتنافس مع باقي الفنانين العالميين. جميل، حتى نناقش الموضوع ونحكي خلينا نكمل مشينا.